يا بختك يا حكيم، طول عمرك بختك عالي، وأنا اللي حظي نحس في كل حاجة. ليه بس يا حبيبي؟ ده انت حظك زي الفل، ده انت عندك واحدة ست مفيش حد زيها. عموماً أنا جبته زي ما طلبتي، انت ناوي على إيه عشان أبقى فاهم؟ أبداً، ناوي يعني أكبر حجم الاستثمار بتاعي، بفكر كده أخد فندق 3 نجوم في الغردقة. فندق في الغردقة؟ فكرة زينة والله. بس يا خسارة، عايزة تمويل. أيوة ما تقولي كده من الصبح عمالة تلف وتدوري وتقولي بحبه وبفتكره، قول إنك أنت عاوزة فلوسه. طب وإيه يعني؟ يعني الفلوس اللي أنا هاخدها هو مش هياخدها تاني وفوقيها متبوسة؟ وبتقولي عبد الحكيم لسه ما اتغير شيء، أمال أنت تبقيها؟ ما أنت زي ما أنت، طول عمرك تحب الفلوس وتجري وراها زي الرهوان.